وفي يوم الأحد عند الفجر أتينا القبر حاملات معهن عطوراً وأطياباً كنا قد أعددناها. ما الذي حدث هنا؟ فوجدنا الحجر قد تحرك من مكانه، ولما دخلنا لم يجدنا جسد يسوع. لماذا تطلبنا الحي بين الأموات؟ ليس هو ها هنا، لكنه قام. اذكرنا ما كلمكم به حين كان بعد في الجليل. سيسلم ابن الإنسان ليد الأشرار فيصلب، وفي اليوم الثالث يقوم حيا.